شكر موصول لكل من كان يسعى من قريب او من بعيد في هذا العرض. يعني عرض ممتاز، سواء ان الاستاذ طرق على موضوع مهم وفي غايه الاهميه هو الثقه بالنفس، وهو شيء نفتقده في مجتمعنا. الا انه يعني انا عندي ملاحظه على المستوى الاول، الشخص الذي لديه اعاقه، يعني الشخص الذي لديه اعاقه ويعني بمقارنه او اذا استحضرنا المجتمع الذي عاش فيه، ربما كان المجتمع يحفزه، لكن نحن في مجتمعاتنا نجد ان يعني الانسان معاق، ونحن يعني نزيد من اعاقته ونزيد فينا، فلازم حيت انه الا بغى يموت حنا من الاول اللي كنمشيو. يعني واحترم ايضا مراحل الضغط، حيث يعني اشارت الى ان التجربه يعني عنصر مهم، حيث انها قالت ما يمكنش انني وحدي يجي من الجبل ونقول له وصل البحر، هذه يعني نقطه مهمه. أشير أيضا إلى أن مجتمعنا، وأشير إليها مرة أخرى، أن مجتمعنا لا يساعد، يعني كما قال الأستاذ، يعني إحنا نقول بأن يعني المجتمع ما دايرش مثلا كثيرا، ما دارتناش الحكومة، ما دارتناش، وهذه كاينة شي، ولكن من جهة أخرى راه المجتمع راه ما دايرش نيت، وكاين شي حوايج لأنه ما يمكنش أننا نديرو بزاف الحوايج بلا بهم. يعني انا نسيت تدخل ديالي بسؤال، هو انني انا في دوزيام باك ليتر علوم انسانيه، و ارتقيت يعني في الجامعه ندير علم الاجتماع، ونتمنى يعني نحصل على معلومات على المجال. شكرا لكم.